جرأ إيه يا معالي الوزير؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ الظاهر أنت اللي نسيتي نفسك ونسيتي إني ماني عميل شغال عند حضرتك وبياخد أوامره منك. لا طبعا، هو في عميل بياخد الفلوس اللي بتاخدها دي يا معالي الوزير؟ حتى لو كانت عمولة بنك. إياكي ثم إياكي يا ناظلي، تعتقدين إني ممكن تلعبين بهذه الورقة علي؟ أنا ما يهمني أحد. اصحي يا صغيرة وأعرفي مع مين بتتعاملين. إحنا دولة كبيرة ونقدر نعمله كتير. دولة كبيرة؟ زين، الدول الكبيرة تحتاج مصاري كثيرة، لكن الدول الصغيرة مثلنا يكفيها القليل، وحنا والحمد لله عندنا ما يكفي ويزيد. الدور عليكم أنتم اللي لو ما طلع لكم حظ بخط البترول الله أعلم إيش رح يصير فيكم. بلغي اللي مشغلينك يا نزولة إننا شركاء، وأنا الطرف الأقوى، أنا اللي معايا المصاري، وأنا اللي موجود على الأرض وبين الناس وجو عقولهم بعد. ولو ما يريدون يشتغلون معانا أهلاً وسهلاً. القنوات اللي بتتاجر ما في أكثر منها. سلام يا نزولتي. صباح الخير. صباح الخير. معلش نزلتكم بدري انا عارفه، بس انا بحب ابتدي شغلي بدري جدا الصبح. يا رب تستمر كده على طول. بصوا عشان تسامحوني جايبه لكم شويه كرواسون وحاجات حلوه كده. كتير قوي كده. حاجات حلوه. ما كفايه انت. مبروك يا دينا. تعالي اوريكي مكتبك. يلا عن اذنك يا دكتور. اتفضلي. معقول يا فندم؟ أهون عليكي تسيبيني مرمي الرمية دي كلها؟ والله ما هونش ولا حاجة يا مينا، بس الشغل شغل، وهتشوف نتيجة اللي حصل ده بعدين. وأنا لسه هشوف، ما أنا خلاص شفت. احكي لي بقى إيه أخبار سهيلة؟ الله يسلمك. ما يجيبها الا رجالها. تسلم يا فندم. عايزك تحكي لي بقى كل اللي حصل من ساعه ما رحت هناك لغايه ما جيت وخبطت هنا. حاضر. الشاحنه هي حمولتها كتير كبيره، والاتفاق اللي سويناه بالسعر كتير منيح. بشرطن الوحيد انه لازم نستلم الشاحنه من على خط الحدود ونيجي بيها لهون. عادل بيعرف الطريق، مش اول مره يروحوا. اهم شيء بتستلموا الشاحنه تيجوا لهون بالسلامه، وانا رح كون بانتظاركم. وديروا بالكم على حالكم. مش عايز حاجة؟ بدي سلام. يلا سلام. يلا مع السلامة. سلام قلبا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.